السلام عليكم. اليوم نروحوا للبلدية تاع زيرالدا لنقف على الأشغال تاع المركز الرياضي لفريق مولودية الجزائر، واللي نشوفوه هنايا الورشة تاع الأشغال تاع المركز هذا هنا. وهنا نشوف يعني محاذي للمستشفى العام يعني تاع زيرالدا، وكذلك هنا نشاهد المركز تاع الطب الاستعجالي الجراحي اوبيتال ديرجونس ميديكال اي شيروجيكال ايضا. وكذلك يعني المركز هذا مارش بعيد على المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. ونشوف ان الورشة فيها يعني المنشآت نتاع المركز هذا، وكذلك عندنا مساحة لممكن ملعب كرة قدم وباركينج مركن للسيارات او نهاية هذا العرض. نخليكم تتابعوا الصور، اخر صور عن هذا المركز نتاع التدريبات والتربصات لفريق مولودية الجزائر. أترككم مع الصور والسلام عليكم.